قليلة نجحت في توصيل أول المساعدات الإنسانية من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية لشقيقه الهلال الأحمر الفلسطيني. طبعا يعني أجهزة الدولة المصرية كلها ساعدت الهلال الأحمر المصري كجمعية وطنية تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث. كان في تسهيل كبير وكان في تعاون كثير بين أجهزة الدولة عشان نقدر نوصل للهلال الأحمر الفلسطيني. قدرنا أن احنا نقدم يد العون والمساعدة لأشقائنا في فلسطين من خلال الجمعية الوطنية الفلسطينية. مش بس ديت البداية، كانت برضو هناك تواصل كثير عشان نقدر نرسل وفد عشان أكون موجود بصحبة مدير الصحة في الهلال الأحمر المصري عشان نقدر نقوم بتفقد وعمل زيارات ميدانية، نقدر نشوف المصابين والجرحى، نقدر نتواجد مع أطقم الهلال الأحمر الفلسطيني اللي اشتغلت في ظروف صعبة، ليس فقط في ظروف الأحداث ولكن في وجود جائحة كورونا ما تخزلتش، قامت واجبها وقدمت عملها على أكمل وجه. وكان الهلال الأحمر المصري هنا بنكلمكم من قلب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من غزة. احنا موجودين جنب طواقم الإسعاف والطواقم الطبية الخاصة بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نعمل جاهدين على تقديم المساعدة وإن شاء الله في تعاون مستمر. وعايز أكرر الشكر لإخواننا في فلسطين وفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لما قدموه من تسهيل في أيضا توزيع المساعدات وتقديم يد العون للمصابين والجرحى. ودوت مش غريب عليهم قيامهم بهذا العمل النبيل في هذه الأوقات الصعبة اللي بتدي لكل العالم درس للإنسانية، وإن كانت الإنسانية في أعلى واجباتها وأعلى درجات يقوم بها الهلال الأحمر الفلسطيني.